العلاقة بين المملكة العربية السعودية والكويت علاقة خاصة ومميزة، ولا يمكن أن أوفيها حقها حتى في الوصف خلال هذه الدقائق المعدودة، لكني خلي أتكلم بإيجاز أتمنى أن لا يكون مخل. تربطنا كشعوب كل الأمور التي يمكن أن تربط أي شعبين في العالم، من وحدة الأصل واللغة والدين والعقيدة والجيرة والجغرافيا والتاريخ وكل هذه الأمور تربط حكامنا، أسأل الله يحفظهم، علاقات خاصة ومميزة منذ قدم التاريخ، وانتهاء بوجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح، وهما يعني أكثر من شقيقان، وهذه العلاقة المميزة والخاصة لها بالتأكيد انعكاسها على الشعبين الشقيقين.